السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا إلياس، جزا الله فضيلة الأستاذ محمد المناصرة الذي قدم لنا درس فقه التعامل مع التكنولوجيا، وقد استفدت أن التكنولوجيا هي عبارة عن الوسائل الحياتية التي نعتمد على بعض الأدوات التي تعتمد على بعض الأدوات والتطبيقات التي تجعل الحياة أسهل. أما إذا رأينا القسم اللغوي، فالتكنولوجيا تتألف من مقطعين في اللغة اليونانية، وهي كلمة تكنو وتعني الفن أو الحرفة أو المهنة، ولوجيا والتي تعني العلم أو الدراسة، بمعنى أن كلمة تكنولوجيا تعني علم المقدرة على التطبيق والأداء، كما أن الغاية هي الأهداف المخطط لها مسبقا التي يسعى الفرد من أجل تحقيقها والوصول إليها. أما الوسيلة فهي الأداة أو الممكنات المتاحة والمتوفرة لدى الأشخاص لتحقيق غاياتهم. لا يجب كما أنه كنصيحة لا يجب جعل الوسيلة هي الغاية، وقد خلقنا الله تعالى لكي نعبده ونعظمه، ولكي نعمر الأرض بالطريقة والشريعة التي يريدها منا تعالى، كما أنه خلق غيرنا وسخر لنا عدة وسائل لكي نصل إلى هذه الغاية، وتوجد وسائل ضرورية ووسائل غير ضرورية.